مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. الشق الإنساني من أولوياتنا في مغارب نيوز، وهذا بطبيعة الحال تعرفوا عدد كبير من المغاربة اللي هم مشكورين ومتتبعين في مجموعة من الفيديوهات اللي كنوضعوا. مشاهدينا الكرام، نحن الآن بصدد نشر 30 حلقة اللي اشتغلنا عليها. هاد 30 حلقة لها علاقة شيئا ما أو تتشابه مع قصة غيث اللي في الإمارات. ما يهمنا هو المساهمة في نقل خبر بصدق وبأمانة مجموعة من المآسي اللي كيعيشوا عدد كبير من المغاربة. المضمون في الموضوع أنه العنوان ديال 30 حلقة هو مول الجلابة، اللي هو ما تيبانش وجهه، تيقتحم قلوب عدد كبير من المغاربة اللي محتاجين. نوعية الأزمة اللي عند هاد المغاربة تتعلق بالفقر، فيهم الأرامل، فيهم المطلقات، فيهم الأيتام. مشاهدينا الكرام، مغارب نيوز غادي تنقل 30 حلقة، وبطبيعة الحال المغاربة أذكياء غادي يقدروا يعرفوا شكون هو مول الجلابة. مشاهدينا الكرام، الدعم ديالكم كيشكل قوة بالنسبة لنا في هذه المادة من أجل الوصول للهدف الأسمى والأرقى، هو المساهمة في الفرح والسرور لعدد كبير من المغاربة. هاد 30 حلقة غادي نمشيو عند هاد الناس، غادي نكونوا جالسين مع هاد الناس، غادي ندخلوا الفرحة والسرور. دورنا كما قلت هو نقل الخبر، ولكن هناك ما غادي يكون معنا واحد الطرف خفي اللي بطبيعة الحال غادي تشوفوا شنو هو غادي يقدم لهذوك الناس. 30 حلقة، 30 عائلة غادي تدخلها الفرح والسرور إن شاء الله. هذه الحلقات وهذا البرنامج إذا صح التعبير غادي يبدأ انطلاقا من يوم الثلاثاء يوميا. الحلقات غتكون على الساعة 8 مساء. مشاهدينا الكرام، الدعم ديالكم في هذا البرنامج هذا طبيعة الحال كما قلت في السابق في 30 حلقة كيشكل قوة بالنسبة لنا، وكيدخل علينا كذلك الفرح والسرور اللي غادي نعيشه مع عدد كبير من المحتاجين. مشاهدينا الكرام، في مغارب نيوز نحاول ما أمكن تطوير العمل ديالنا الأهداف نبيلة، وهذا هو ما نطمح إليه. مشاهدينا الكرام، هاد 30 حلقة فيها التشويق، صراحة غادي نخليكم في المفاجأة. يوم الثلاثاء الحلقة الأولى على الساعة 8، تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.